الحب 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 الحب، تعالوا نتكلم عن الحب بقى، الحب الأفلاطوني اللي هو بين الراجل والمرأة. الحب الأفلاطوني من أجمل المشاعر، بتخلي الحياة طعمها حلو، طعمها جميل. ايه مناسبة بقى ان انا هتكلم عن الحب النهاردة؟ كل ما افتح تيك توك عندي حاجة كده أنشطة، الاقي عمر ده عمال كاتب لي رسائل: لا احب هذه المرأة، لا احترم هذه المرأة، انتي وانتي وانتي، وهوت عليها اقراه لكم او اقروه انتوا بقى. ده دليل على انه بيحبني. ما ممكن الحب يبقى الانسان يعبر عن الحب بالانتقاد، تحس ان اللي بيحبك ده مش طايقك، لكن هو بيحبك بس مش عارف يعبر، بدل ما يقولك بحبك يقعد ينتقدك. الحب يا جماعة من أجمل المشاعر، من حقنا نحب في أي مرحلة من حياتنا، من وإحنا أطفال لغاية ما نموت. سبحان الله يا ربي، الحب بيخلي الدوبامين يعلى، ملامح الوش نفسها لما بتشوف اللي بتحبيه بتتغير، بتبقى جميلة، بتحسي فيه لمعة في العين. الحب جميل جدا جدا جدا، وخصوصا الحب الأفلاطوني. أما الحب اللي هو بين الأهل والابن والأم دي مشاعر طبيعية احنا عايشين بيها، لكن الحب الأفلاطوني ده اختياراته مش في إيدينا، احنا بننجذب لبعض بروحنا. يعني ممكن تحبي حد ما كنتش تتوقعي ان انت بتحبيه، فخليكوا أذكياء او نبقى أذكياء. لو انا بحب حد والحد ده ما بيعاملنيش زي ما هو ما انا عايزه، يعني اي واحده ست، هتكلم مع الستات شويه عشان هما عندهم مشاعر وعواطف اكتر بكتير، او الست بتبقى عايزه كلمه حلوه، عايزه حد يطبطب عليها، عايزه حد يهتم بيها، فمش لازم تاخدي كل حاجه. يعني مثلا لو انت بتحبي جوزك قوي وجوزك عينه زغيه، وده كل الرجاله عينيها زغيه، كل الرجاله 64 سنه، في حياتي ما شفت راجل اكتفى بست واحده، مستحيل، ولا الاجانب حتى، ولا اي راجل في الوجود، الرجاله كلها بتبص على الستات وعايزه كل الستات، هو طبيعته كده، ربنا خلقه كده. واللي بيحاول يمثل ان هو تقي وان هو ما بيبصش وان هو مش عارفه ايه، ده تمثيل، لكن اللي جواه حاجه تانية. حطيه كده في اوضه مع واحده جميله او واحده، بصي هقول لك على حاجه، مش لازم تعذبي روحك بالغيره وتتصلي كل شويه انت فين ورحت فين. اهتمي بنفسك طول الوقت، وحبي نفسك طول الوقت، وخدي اللي تقدري عليه من الانسان اللي بتحبيه، ابتسامته، كلمته، ما بيكلمكيش كلميه انت، وجوده في البيت بيسعدك كفايه. يعني ممكن تستغلي اي حاجه بتحبيها فيه ان تسعدي روحك بيها. وهقرا برضو هقرا التعليق برضو، لان هو ايه مضطهدني وهو بيحبني. بعد الفيديو ده هيكتب لي تعليق: مين انت ومش عارفه ايه. ماشي يا عمر، او يا شيخ عمر، انت ممكن تبقى قدبني. يعني هو مش حضرتك كنت محجبة؟ يعني لما كنت بالبدروم كنت لابسة الحجاب؟ لا والله العظيم، اقسم بالله ما كنت. اما اتولدت، انا اتولدت سنة 60، ولا امي ولا خالاتي ولا جيراننا ولا اي حد شفته في حياتي لابس طرحة، الا في الثمانينات. وانا في العشرينات بقى ابتدت الناس، حتى كانوا بيقولوا عليها موضة ومش عارفة ايه وكده، وكان في بنات كانت تلبسها وتقلعها في كده. لا والله في البدروم والله ما كانش فيه حجاب، انا اتولدت سنة 60 فما كانش فيه، ولا في البلاد العربية كلها. يعني هو الطرحة دي انا ما سمهاش حجاب، بسميها طرحة، يعني حطها على الراس، لان الحجاب ده ليه معاني اكبر بكتير من الطرحة، طبعا انتوا فاهمين. وملتزمة، ودلوقتي وكنت ملتزمة؟ لا ما كنتش ملتزمة، بس كنا بنصلي ونصوم كل الناس اللي حواليا كده،
وكان الصيام بالنسبة لي كمان متعة، لأن أنا كنت وأنا صغيرة أقعد أخبي حاجات في طبق كده وأحطها على النملية دي بتاعت أمي عشان بعد ما أفطر أكلها. بس فكانت كل الناس بتصلي وتصوم عادي، ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة دلوقتي والغل والحقد اللي موجود في الناس، وكل واحد عايز يفرض سيطرته على التاني يعني. ودلوقتي داير على حل شعرك، داير على حل شعري يعني، بحط شعري كده والف بعلقه في المروحة يعني. يعني انت بتحكم عليا وانت مش عايش معايا ولا تعرفني انت، يعني مش فاهم. داير على حل شعرك وعايشة لوحدك بلا تقاليد وضد العرف. يا اخي ده ايه ده يا اخي، ده ايه التقاليد والعرف؟ انا ماليش دعوة بالتقاليد والعرف، انا بعمل الحاجة اللي تسعدني انا وتبسطني انا، ودي حياتي انا عايشة انا بطريقة تعجبني انا. فايه هو التقاليد عند حضرتك والعرف يعني؟ وضد العرف كامرأة مسلمة، وكمان قلعت الحجاب وبتغط ايه وبتعطي الغير نصايح، وعاملة نفسك ايه، عاملة نفسك فهلوية مثلا او حاجة. والله انا بدي الناس نصايح كتير قوي، كل الناس عارفه ان انا ماليش غرض يعني. فرصه بقى، اصل الفيديو ده هيبقى كده عشوائي، ارد على كام تعليق. اللي عايز يخس يا جماعه، اللي عايز يشفى بدون ادويه، اللي ما معهوش فلوس، اللي يروح على اليوتيوب قناه جمالك صحتك من الطبيعه، هيلاقيني شرحه كل للتخسيس وللامراض وكل حاجه معلومه عرفتها حازم ترجمها لي، او ابحاث او حاجات دي، هتلاقوا برضو روابط المواقع على الصفحه بتاعه اليوتيوب. بالنسبه للحياه بقى، عايزه اقول لكم كلمتين يعني، اللي قاعد يسمعني لغايه دلوقتي. الحياه كلها هي يوم بيتكرر، يوم بيتكرر، هو بننام ونصحى مع اختلاف اليوم. النهاردة هعمل كذا، النهاردة هعمل كذا، هو يوم، الحياة يوم بيتكرر. انا بقى هعيش اليوم ده ازاي؟ يعني في تعليق بتقول لي ازاي نفسيتنا تبقى كويسة وكل حاجة حوالينا سيئة. مع حضرتك نفسيتك ملكك، يعني انت ممكن تتحكمي في عقلك، هو عدوك الاول يعني. احنا عندنا اول عدو لينا هو عقلنا، عقلنا بيجيب لنا افكار سلبيه. لا انا اتامل كل حاجه بعملها في نفس اليوم ده، قلت لكم قبل كده وانا بعمل السلطه ابص للطماطمايه الخياره، اتامل الحاجه اللي انا بعملها وابعد عن عقلي التفكير السلبي. انا قاعده على البحر ببص على السماء، ببص على الميه، بحاول اتامل التفاصيل الصغيره اللي تبعد عن عقلي التفاصيل او الذكريات اللي هي مجرد ذكريات، اللي هي مش موجوده اصلا في حياتنا. فهونوا على نفسكم، الحياه يوم واحد يا جماعه، يوم واحد والله بيتكرر، هي بتتكرر يوم ورا يوم، هو بس نفس اليوم، يوم حر يوم برد. بس يا عمر انت بتكتب لي تعليقات كتير، وانا والله قلت النهارده ارد عليك. حاول تعيد تفكيرك يا ابني لو انت في صغير في السن، ما بطل الغضب اللي جواك، هيدمرك انت شخصيا. صدقوني مفيش حاجه بتتغير لو انا انفعلت مع اي مشكله، والكورتيزول عالي. الكورتيزول من اسباب خزن الدهون في الكرش يعني. انا سمعت معلومه من دكتور ان احنا لازم لما ننفعل نقف وما نطولش في الانفعال، نفكر هل انا لما انفعل واغمى عليا وودوني الاسعاف ويودوني المستشفى مشكلتي اتحلت؟ لا، انا اللي خسرت صحتي. عمر المشاكل ما بتتحل، وعلى فكره المشاكل بتتحل وبتيجي غيرها بعد كده مشاكل، وانتوا عارفين كده ان مشاكل ورا مشاكل وحاجات حلوه وحاجات وحشه، هي حياه كده. فحاولوا تغيروا التفكير، التفكير نفسه بتاعكم، عشان ما تخسروش روحكم، ما تخسروش اليوم الوحيد اللي انتوا عايشينه. عيشوا اليوم، ان الحياه يوم، يوم واحد متكرر متكرر، وما تحسبولهاش. وصدقوني فانية، وصدقوني ما فيها اي حاجة تستاهل ان احنا نزعل عليها. بس كده.